اهلا بحضراتكم من جديد. لسه في اخبار اتكلمت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، خلينا نروح لجريده الجمهوريه واللي قالت ايه. قالت ان فايلر يجدد عامين للاهلي. طيب نتكلم في الملف ده شويه. مستر ريني فايلر من المدربين او المدير الفني مميز جدا جدا في مع النادي الاهلي، وارقامه ومشواره مع الفريق لحد دلوقتي هو اللي بيقول كده، وشخصيه المدرب كمان بتقول كده. واحد تحس ان اولا كميته ماشيه مع النادي، ده امر مهم. لسه ما حققناش بطولات ولا حاجه، يعني الراجل خد بطوله السوبر بس في اول الموسم، لكن في كل الاحوال البطولات المهمه الاساسيه عند جمهور الاهلي اللي هي مثلا الدوري ودوري ابطال افريقيا. الدوري ماشيين فيه كويس واحنا اقرب ان شاء الله، لكن دوري ابطال افريقيا انت في نص النهائي وماشي فيه بشكل كويس، لكن منتظرين اللقب وده الاهم. الاهلي وصل اثنين نهائي ورا بعض وما فازش بالبطوله، فبالتالي كانك ما عملتش حاجه. في كل الاحوال هو الراجل مبشر جدا، مش مبشر يعني، هو مدرب كويس قوي قوي ومفيد، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. ملف التجديد ايه اللي هيحصل باذن الله؟ باذن الله قريبا جدا، خلال يعني مش عايز اقول خلال قد ايه عشان ما يبقاش فيه مشاكل ولا حاجه، لكن في كل الاحوال الملف في اتجاهه الايجابي، وان شاء الله هنسمع اخبار جيده من خلال النادي الاهلي ونعلنها لحضراتكم بشكل رسمي بخصوص مستر ريني فايلر. خبر الاهرام اقرب للحقيقه يعني. طيب خلينا نروح لل او خبر الجمهوريه عفوا مش الاهرام، خلينا نروح للاهرام بقى، واللي بتتكلم على ان الاهلي يتحرك لاستعاده رمضان صبحي من هارجزفيلد بالتقسيط. ايا كان بقى الاسلوب هيكون ايه، لكن في تحرك من الاهلي، اكيد هيبقى في تحرك من الاهلي، اكيد هيبقى في تحرك من الاهلي بخصوص رمضان صبحي، ده امر مفروغ منه. ليه؟ لانه لاعب مهم. طيب ليه إيه؟ ليه تاني بقى؟ ليه تاني؟ لانه هو المدير الفني عايزه، المدير الفني محتاجه. سيستم الاهلي، نظام الاهلي عباره عن ايه؟ انا بشوف احتياجات المدير الفني بحاول قدر المستطاع البيها. بحاول قدر المستطاع ان انا انفذه اللي هو عايزه. هل مستر فايلر محتاج رمضان؟ طبعا محتاج رمضان وعايز رمضان. هل الاهلي هيتحرك؟ طبعا الاهلي هيتحرك في ان هو يتعاقد مع رمضان بشكل نهائي كمان مش اعاره. فان شاء الله باذن الله هنشوف الملف ده هيخلص على ايه؟ وقت ما يبتدي يعني، لما يبتدي نشوف كده نتابع ونشوف الدنيا. نروح للاخبار. جريده الاخبار بتتكلم عن الاهلي مستاء من دخول بيراميدز في سباق ضم احمد حجازي. طيب احمد حجازي لعيب كبير، احمد حجازي لعيب مهم ومميز، واكيد نتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. كنت قلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا، نرجع ورا كام حلقه عن احمد حجازي، قلت ايه؟ قلت ان احمد حجازي لو رجع مصر هيبقى من خلال بوابه النادي الاهلي. بصراحه بقى دلوقتي ما بقاش في حاجه مضمونه، ما فيش يعني، ممكن يبقى عايز يرجع الاهلي يتعرض عليه حاجه تانية اعلى، فالراجل دي حاجه تخص اللاعب بقى حساباته، احنا في عصر الاحتراف. الاهلي في حساباته احمد حجازي، اكيد لو اللاعب عنده رغبه في العوده او مبدا العوده لمصر فالاهلي هيبقى في حساباته احمد حجازي. موضوع ان بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع اللاعب بناء على معلومه هم دخلوا في مفاوضات مع احمد حجازي يعني، بس كله في الاخر مترتب على ان اللاعب هل عنده امكانيه العوده لمصر ولا عايز يكمل في اوروبا، ده لسه هنشوفه خلال الفتره الجايه، بس يا رب نعدي بس الازمه دي على خير، اول ازمه كورونا.